نقول لك سي انا غالي محمد عندي وليد في خنيفره في السبيطار في خنيفره وسيرتين البنين لله الحاله ديال ولدي عيانه صفر جاب جيت هنا البنين لله دابا سيرتوني للدار البيضاء بغيت لابيلانس باش تديني للدار البيضاء قالوا لي خصك تخلص لابيلانس خلص لي واحد المبلغ اللي هو ما عنديش انا ما قادرش على باش نخلصه وانا تنعاني دابا ولدي توفى وما صحتش باش ندي للدار البيضاء هذا هو ممكن نسجل نشرح لنا اكثر اليوم نتكلم معاه حنا كجمعيه ائتلاف كرامه حقوق الانسان وجهنا للاداره على اساس ان هذا السيد عنده طفل يعني سته ايام كان المفروض انه يداوى في المستشفى ديال خنيفره السيد تكلف وجابوا لبني ملال بقى هنا مشرد في بني ملال كان علاش ما داواش بعدا في خنيفره ولا لان قالت المستشفى ما عندوش التجهيزات باش يداوى في خنيفره جابوا هنا المستشفى هو ست ايام هو بني ملال وهو تيعاني وهو الان في حاله ما بين الحياه والموت حنا دابا الاشكال فين وقع لك سيدي غادي نديو للدار البيضاء قلنا لا ماشي مشكل مين المستشفى ديال بني ملال ما عندوش التجهيزات يمشي للدار البيضاء قال لك سيدي وزاره الصحه ما بقاش ما عندهاش البنزين يعني ان وزاره ان المستشفى يعطيوه 5 مليون في العام هاد 5 مليون كملات المواطن لا بغى يمشي خصو هو اللي يخلص البنزين هذا هو الطفل اللي كتشوفو هذا هو الطفل يلاه كنعطيو 5 ايام ها هو دابا راك شوف كيرجع صفر غتنحملو وزارة الصحة اي حاجة هذه وقع لهذا الطفل شفنا الحارس العام اسني لينا شفنا الحارس العام شفنا المدير الان وزارة الصحة تطالب المواطن والاكثر من ذلك تيقول لك بان هذه الحالة هي حالة عادية انهم كيفاش قال لك اسيدي انتم ما تخلصوش البنزين للمستشفى غتمشيو للبومبا وهي اللي غادي تخلصوهم يعني هنا حنايا في واحد الجريمة اللي تترتكب يوميا حق المواطنين ان البنزين للمفروض ان وزارة الصحة توفروا الان المواطنين تيخلصوا من جيبهم الحاله ديالو تبان لي حاله خطيره ماشي خطيره هذا تشوف راه رجع صفر وزاره الصحه راه من الصباح باش يديو للدار البيضاء هما ما وفرولناش العلاج في بني ملال ما موفرينش العلاج في خنيفره قالوا سير للدار البيضاء مع العلم اننا غادي نمشيو للدار البيضاء وغادي نوصل فاش نوصلوا للدار البيضاء يقول لك هذه الحاله كان عليها خاصها تعالج في خنيفره ولا في بني ملال يعني اليوم فضيحه ديال وزاره الصحه حنا هاد وزاره الصحه الا ما كانش قادره تداوي الناس ما قادرش توفر لهم لومبيلونس تغلق هاد المستشفى اما باش يجيو التلفازه ويقول لك ها الطيارات ها الصواريخ حنا تنديرو مستشفيات في افريقيا وهما ما عندهم حتى البنزين باش يديروا سياره الاسعاف يعني هذه راه مؤامره تترتكب في حق الشعب المغربي المغاربه الاحرار